مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومعانا على الهاتف الفنان احمد فهمي. تحياتي وتحيات فريق العمل وكباتننا الكبار اللي مشرفينا النهارده. يا كابتن ايمن، ازي حضرتك؟ انا مش ما قداميش تلفزيون، بس فمش عارف مين مع حضرتك. معاك كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى. تحياتي طبعا لكابتن يوسف اللي جاب لنا افريقيا قبل كده وفرحنا، وتحياتي لكابتن اسامه، وتحياتي لعادل طبعا حبيبي صح، وتحياتي لكابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك. الف 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 مليون مبروك يا ابو حميد. الحمد لله. انا مش عارف انتوا ليه عاملين استوديو تحديد. ما خلاص يا جماعه، ما خدت ده للفرحه بس، ده استوديو للفرحه بس. احتفلوا وبتاع، ما تتكلموش بكوره خلاص، احنا خدنا افريقيا. لا لا لا، ما اتكلمناش بكوره بعد الماتش خالص، احنا عاملينه استوديو فرحه بس. بالظبط، احنا نفكر بقى في ماتش البايرن، نفكر في الماتشات الثقيله اللي هنقابلها بعد كده، كاس العالم للانديه ان شاء الله، لكن ما تفكرش بقى في حاجات خلاص تاني كده. لا لا، احنا عندنا النهارده وبكره نفرح زي ما احنا عايزين. الحمد لله الحمد لله. وعايز اقول لك حاجه، يعني فكرني باجواء ماتش السكسي جون ابو تريكه. ايوه. ويمكن اكتر كمان، يمكن اكتر كمان، لان في ناس كتير قوي ما عندهاش ثقافه النادي الاهلي. احنا لحد اخر دقيقه عارفين النادي الاهلي هيخلص، وعارفين النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي بشخصيته مش فارقه ان عندنا دكه ما عندناش دكه، اللعيبه جاهزه مش جاهزه، النادي الاهلي بيجي بشخصيته يا كابتن. والف الف الف مبروك، احلى ماتش حضرته في حياتي ده حقيقي. يعني حضرت 6-1 وحضرت ماتشات كتير جدا، لكن ده احلى ماتش انا حضرته في حياتي حقيقي. هو يمكن عشان جاي بعد غياب كبير جدا من 2013، يمكن ما خدناش البطوله الا النهارده. وتوقيت المكسب يا كابتن ايمن طبعا، توقيت المكسب نفسه طبعا. يعني احنا اتجننا في الاخر يعني، لكن الحمد لله يا رب. النادي الاهلي دايما هو اللي مفرحنا اكتر من اي حاجه، اكتر من صحيح من اي حاجه في الدنيا. صحيح. كلنا ايا كان شغلنا ايه، ممثل، لعيب كوره، موظف في بنك، النادي الاهلي هو بيتنا وهو اللي بيفرحنا دايما يا كابتن. كان عندك ثقه من جواك ان النادي الاهلي ممكن يحسمها في اي وقت النهارده؟ طبعا يا كابتن، النادي الاهلي انا متربي جوه النادي الاهلي، فانا عارف ان في اي لحظه انا هنخلص، احنا هنخلص في اي لحظه، ولسه والله العظيم احنا هنفرح يومين، ده الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني. صحيح. احنا هنفرح يومين وهنبتدي نفكر في اللي بعده، مش هنعيش عليه 20 سنه و30 سنه خلاص باذن الله. ان شاء الله مزيد من البطولات والسوبر وكاس مصر وكاس العالم ان شاء الله انديه، باذن الله مزيد من الانتصارات للنادي الاهلي. والف الف الف مبروك يا احمد. انا متشكر جدا، وتحياتي لكل النجوم اللي اسعدونا كتير جدا زمان، كابتن اسامه وكابتن علاء وكابتن يوسف وعادل طبعا حبيبي. وان شاء الله يا رب كاس مصر تمام معانا، وباذن الله كاس العالم للانديه نعمل حاجه. كان ليك صورة النهارده مع عمرو فهمي تقولي عليها؟ بص، عمرو فهمي مهما اتكلمت عليه وحبه للنادي الاهلي والله العظيم مش هوفي له حق، ومش الكلام ده عشان عمرو اتوفى او حاجه زي دي خالص والله. عمرو كان من اكتر الناس المخلصه للنادي الاهلي، ولما مسك حتى منصب في الاتحاد الافريقي، عمرو اخويا وصاحبي وساكن في البيت اللي جنبي على فكره في الكومباوند. ايوه. فاحنا علاقتنا قويه جدا. فانا حتى كاهلاوي اول ما عمرو مسك المنصب قلت له حال، والنادي الاهلي هيتظبط، قال لي الاهلي مش محتاج. عمرو كان فير جدا، الناس اللي بتخبط في عمرو ربنا جاب له حقه، وعرفنا ان احمد هو اللي فاسد. النهارده في عيد ميلاد مصطفى فهمي، النادي الاهلي بياخد بطوله افريقيا. البطوله دي انا شخصيا بهديها لروح عمرو فهمي، ودي اقل حاجه نديها له. ومؤمن زكريا طبعا، يعني مؤمن احلى لقطه النهارده في الماتش كله. لكن انا عمرو عشان بشكل شخصي يمكن الموضوع عدى عليه شويه، فحابب ان احنا نجيب سيره عمرو كتير. والراجل ده كان بيروح ورا النادي والله، احنا كنا من واحنا صغيرين انا وهو، مفيش ماتش بره او جوه بنفوته. فدي اقل حاجه هديها لعمرو فهمي. هي بطوله كبيره وغاليه جدا، بنهديها لعمرو فهمي، وبنهديها لمؤمن زكريا، وبنهديها ربنا يشفيه، وبنهديها لكل جمهور الاهلي العظيم. قول لي بقى ايه اللي حصل بالظبط لما جول قفشه جه؟ بقول قفشه جه ده، انا والله العظيم تقريبا كسرت كل الحاجات اللي حواليا يعني والله العظيم. انا شفته والله يا كابتن ايمن، هرجع اتفرج عليه، انا شفته، عارف لما تشوف خيالات كده كانك في حلم. الكوره راحت الحمد لله، هم لما تعادلوا، لما تعادلوا برضه انا عندي ثقه. انت كنت بتتفرج فين؟ انا في الاستاد. كنت في الاستاد؟ ها. انا راجع في الطريق دلوقتي. ايوه. بس انا عايز اقول لك ان كان في زملكاويه كتير قاعدين معانا، احنا قاعدين في الحته اللي هي فوق دي، كنا قاعدين اهلاويه زملكاويه كتير. طب قول لي الزملكاويه اللي كانوا قاعدين جنبك، كانوا قلقانين؟ كانوا خايفين؟ كانوا واثقين؟ طبعا طبعا، لا 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 لا، كانوا قلقانين جدا. هو بس بعد الجون اللي هم اتعدوا
اخذوا ثقه شويه. ايوه بس انت بقول لك هي شخصيه النادي الاهلي، انت تقدر تخلص في اي وقت، انت كجمهور بقى عندك ثقه اتبنت بينك وبين ناديك وفريقك ان في اي لحظه انت هتفرح. في الاخر التاريخ ما بيذكرش غير البطولات يا كابتن، صحيح، ما بيذكرش اداء، ما بيذكرش اهداف خالص. يعني مهما قلت لي جون حلو وجون مش حلو، مش هنفتكر ده بعد سنه خلاص. فانا بقول في الاخر، بس عايز اقول لك حاجه، جول قفشه كان حلو، جول قفشه حلو جدا طبعا، جول قفشه حلو جدا، بس جون ببطوله، ده جول بطوله، جون صحيح، جون ببطوله، مش جون يعني مش 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 مش, مش في بطوله مهارات، يعني مش مهارات يعني، فاهم؟ ففي الاخر انا بقول هم عملوا ماتش كويس قوي نادي الزمالك. احمد سيد زيزو ده لعيب كبير جدا 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 جدا، ده حقيقي عشان اديله حقه. صحيح. شيكابالا جاب جون حلو، بس طبعا هو جون ما مش مؤثر في اي حاجه. جول تعادل يا فندم، جول تعادل، يعني مش مؤثر خلاص بعد ما الماتش خلص والبطوله اتكتبت في تاريخنا خلاص. هو جون يعني يعني ما اعتقدش ان هو هنفتكر او هنفتكر البطوله في الاخر يعني. صحيح. الف الف مليون مبروك يا ابو حميد، وشكرا جزيلا على المداخله الجميله دي. منورنا دايما حبيبي. الله يخليك يا حبيبي، شكرا. كابتن علاء، مستر موسيماني نقدر نقول ان هو دخل قلوب النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي من اسرع باب، من اوسع باب، من اوسع باب واسرع واسرع باب حقيقه، لكن هو واسرع باب واوسع باب. زي ما انا قلت في بدايه كلامي عن ان هو الانجاز اللي عمله ده مش سهل حد يعمل الانجاز ده. وزي ما بقول لك وطبعا من اول يوم هو كان كنا في الاستوديو هنا اتكلمنا عليه، هو عارف الكيمياء بتاعت المصريين وعارف كيمياء لعيبه النادي الاهلي كويس قوي، عشان كده هو اللي ساعده ان هو ما خدش وقت بسرعه اندمج مع لعيبه النادي الاهلي، وعارف الدماغ ماشيه ازاي، ولقى الجو اللي بيحلم بيه اي مدير فني، جو النادي الاهلي، التزام، نظام، لعيبه على اعلى مستوى، وهو راجل فكره طبعا ممتاز، فكل الافكار كلها اتجمعت مع بعض ايمن طلعت النسخه الحلوه من اللعيبه. اللعيبه جت عليها فتره كان خلاص كل واحد بدا بريقه مش هو البريق اللي بيلمع. ايوه في الفتره بتاعت فايلر الثانيه مش الاولى طبعا، لازم يديله حقه، لكن بعد كده جه موسيماني لا الموضوع اختلف تماما، تحس اللعيبه اكتشفت نفسها ثاني. ايوه الابداع بتاع اللعيبه بدا يظهر ثاني، هو ما خدش وقت عشان يعرف العقليه ماشيه ازاي، وعارف ان هو في النادي الاهلي نادي بطولات ما بيقبلش المركز الثاني، كل الظروف دي ايما اجتمعت كلها انك توصل لمباراه النهائيه النهارده تكسب بطوله غاليه جدا. وهو اشتغل صح قوي، واشتغل مجموعه لعيبه ممتازه، وزي ما بقول لك يمكن اسرع مدير فني اخذ بطوله مع النادي الاهلي ووصل لقلوب النادي الاهلي وتاقلم مع على الجو بسرعه جدا. انا بقول لك ايمن هو عارف، هو من جانب جنوب افريقيا، هو عنده فكره عن العقليه المصريه كويس قوي وعقليه اللعيبه في النادي الاهلي، عشان كده بقول لك، وهو فكره كمان فكره راجل هجومي ما بيحبش يدافع، فكل الافكار دي ايمن اجتمعت كلها طلعت الشكل الحلو والنسخه الممتازه والبطوله الغاليه علينا كلنا دي. صحيح. مع مستر موسيماني. لكن موسيماني بالنسبه لجماهير النادي الاهلي دخل في صف العظماء المدربين الفنيين اللي هم ليهم بصمه في النادي الاهلي. صحيح. يعني دايما مثلا من جزئيه لما تيجي تتكلم جماهير النادي الاهلي بتعشقه عشق، لان ده عمل انجازات مع النادي الاهلي مش طبيعيه. مظبوط. هو داخل في صف ده دلوقتي ضم يعني داخل. صح. لا وداخل لا كمان انضم يا يوسف ومرحلة متقدمة قوي. طب تعالى، موسيماني سادس مدرب يفوز ببطولة افريقيا ابطال الدوري. جميل. انا يعني بس الوقت يعتبر كمان يعني انجاز طبعا، انجاز طبعا. بس في حاجه، هو زي ما قال كابتن علاء، هو جاي في وقته صغير جدا وقصير جدا. انا بقول لك هو اللي يحسب له هو غير اي غير كل مدرب فنيين. صح. الوقت. صح. عمل رصيد قوي. عمل رصيد كبير في وقته قصير قوي. الوقت قصير قوي وداخل على بطوله مش سهله وعلى ادوار صعب اي مدير فني يقبلها. محمد لازم يفكر مليون مره، انما ده لا جه واخد خلي بالك هو داخل دخله غريبه شويه، انت داخل دخله واخد خلاص خدنا بطوله الدوري، واللي قدامك دلوقتي اللي احنا مستنيينها وجمهور نادي الاهلي كله مستنيها بطوله افريقيا. من قبل الدوري يا كابتن، من قبل الدوري الحلم الكبير كان لجمهور النادي الاهلي بطوله افريقيا. بطوله افريقيا. لا انا قصدي لما هو دخل على النادي الاهلي هو مطالب ببطوله افريقيا. مظبوط. في وقت صعب جدا. مظبوط. ده شك يعني، عايز اكد كلام كابتن علاء ان فعلا هو دخل قلوب الاهلاويه. النادي الاهلي دايما بيحب اللي بيجيب له البطوله. صح. المدربين اللي بيجيبوا او لعيبه او الاهداف الحاسمه. النهارده حلاوه الهدف برضو بتاع قفشه انه جه في اخر دقيقه يعني. ايوه. فدي لكن انا عايز اكد ان فعلا موسيماني
عنده مشروع كبير جدا مع النادي الاهلي، وزي ما عمل مشروع كبير لميلودي سان داونز هيقدر يعمل مشروع كبير للنادي الاهلي، خصوصا الاداره بتاعت النادي الاهلي دائما بتوفر المناخ الجيد اللي يقدر اي مدير فني يشتغل فيه. تهنئه اخرى من الاتحاد الدولي لكره القدم للنادي الاهلي اصحاب الرقم القياسي، تهانينا للنادي الاهلي وجماهير القلعه الحمراء، نراكم في كاس العالم للانديه. كمان ايمن الحاجه الحلوه في مستر موسيماني ان دخل بطوله فيها ثلاث حاجات، بطوله غايبه عن النادي بقى فتره، بطوله مع المنافس التقليدي نادي الزمالك، كسب نادي الزمالك ببطوله. فخلي بالك اي مدرب بيكسب نادي الزمالك تملي بيخش لقلوب الاهلاويه بسرعة. فما بالك بقى ان هي جايه ببطوله اول مره نتقابل في دوري ابطال افريقيا، صوره الفرحه الكبرى. طبعا صوره رائعه، صوره جميله جدا، معبره الفرحه على كل الوجوه، اللعيبه وجهاز واداريين ومدربين، صوره هايله. دي ميزه كبيره جدا انه دخل بمكسب الزمالك في بطوله افريقيا. ايوه بطوله ابطال دوري، اول مره نلعب مع بعض في نهائي ابطال دوري. صح. فطبعا هو دخل قلوب الجماهير طبعا ما فيش شك. وزي ما الكباتن قالوا في وقت قصير، بس عايز اكلم في حاجه يا كابتن اسامه برضو، خلي بالك لما بيحصل يعني مثلا مستر فايلر كان واخد الدوري، فلما انت بتغير في التوقيت دوت فبيحصل ان انا داخل على فرقه، دايما لما بيبقى في مدرب جاي على فريق تحس ان في فتره من فترات بيحصل تفاوت في مستويات اللعيبه، تباين في المستوى الفني ما بين قبل وما بين بعد، ولكن ما حسيناش بالتفاوت ده خالص. لا ما هي بص، هي احيانا كتير بتبقى ميزه انك لما بيحصل تغيير مدرب في فتره معينه كتير بتدي دفعه قويه، لانه هو المشكله مع مستر فايلر انه الفترة الأخيرة بتاعته هو مش مركز وتحس ان هو مش عايز يقعد، واللعيبة حاسة بكده، اللعيبة مش صغيرة واللعيبة فاهمة الكلام ده، والكلام بقى كتير في وسائل الإعلام كلها، سواء صحف سواء سوشيال ميديا، في الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي عامة، اللعيبة بتحس بده. كان في هزة، كان باين ان في هزة. مستر موسيماني لما جه طبعا خبرته بانه عارف النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي اكتر من مره في بطوله افريقيا دي ساعدته، وهو ملعبه حتى في البطوله دي في الدور اللي قبل النهائي كان ضد مستر فايلر والاهلي خرج سان داونز، لكنه عارف فرقه النادي الاهلي. مع بقى التغييره دي بتدي عارف دفعه للعيبه ان هي في مدرب جديد، في شده جديده، في يعني بتبقى اللعيبه اللي بتلعب اساسيه عايزه تثبت ان هي اساسيه، اللعيبه اللي بعيده وما كانش ليها فرصه مع المدرب القديم بتحاول تشد نفسها عشان في مدرب جديد يمكن يغير، كل ده ساعد. فهي الظروف اللي هو داخل فيها تساعد، ولكن هي صعبه. يعني تساعد في ايه؟ زي ما علاء قال، جو النادي الاهلي سهل، اي مدير فني يتعايش معاه، مفيش قلق، المجلس الاداري يوفر لك كل حاجه، عندك قماشه لعيبه جيده، مع كمان بقى دفعه النفسيه دي ففرقت كتير جدا. وطبعا هو توج بالبطوله النهارده، فدي تحسب له، لانه زي ما قلت لك على المنافس التقليدي بتاعك في بطوله غايبه عنك بقى لها من 2013 لما كان يوسف موجود، يعني 9 سنين، وهو خلي بالك 7 سنين للمره الثانيه بيفوز على نادي الزمالك في الفاينل. طبعا فدي البطوله الاولانيه اللي خدها مع سان داونز كان مع نادي الزمالك، لكن دي ليها مغزى كبير قوي عند جمهور النادي الاهلي ان هي من نادي الزمالك. ايوه فطبعا هو اثر طبعا في مع الفرقه، والفرقه ساعدته، والجو العام بتاع النادي الاهلي ساعده. فمبروك ليه، والف الف مبروك، وبالتوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه. وطبعا تاني برضو نقول هارد لك لنادي الزمالك، لان يمكن علاء كان قالها والعبيد محمد مرجان، لكن هارد لك ليهم، هم عملوا برضو ماتش كويس، ولكن هي كره القدم كده يعني. اتوبيس اللاعبين في طريقه للجزيره للاحتفال مع الجماهير، واحنا ما زلنا مستمرين معاكم، وفي مفاجات كبيره جدا على الهواء كمان شويه، فابقوا معنا.
كابتن عادل، عايزين نتكلم على الفتره القصيره اللي قدر مستر موسيماني يحقق فيها نتائج مذهله، وخلي بالك مش النتائج بس، يعني هو تقريبا كسب معظم المباريات اللي هو مسك فيها، ولكن حسينا كمان بفرق في المستوى الفني من الفتره الاخيره بتاعت مستر فايلر ومستر موسيماني. خلينا نتفق ان هو ما خدش ريسك في حاجه. انا من اول يوم انا بدعم موسيماني، وقلت على المستوى الشخصي انا عايزه ينجح، يعني كويس. انا واحد من الجمهور مش واحد محلل، انا حبه كويس. هو دخل بطريقه كويسه وتعامل بشكل جيد يدي تعاطف للناس اللي معاه، ولكن خلينا نتفق ان هو ما كانش عنده اي ريسك، الريسك كله على اداره النادي. النادي راح جابت مدرب بالنسبه لنا الامور يعني مش من اوروبا، مش من امريكا اللاتينيه، مدرب افريقي، فبالنسبه لنا حاجه جديده، فالريسك كان على اداره النادي. موسيماني مدرب محظوظ ان هو جه في الوقت ده، وان هو يقبل بالمهمه، مش هو مش مجازفه منه، هو بالنسبه له هو اخد ختم كبير جدا واتحط في السي في بتاعه ان هو بقى مدير فني النادي الاهلي. عشان برضه نخلينا متفقين، انا مبسوط له ان هو اخد البطوله طبعا عشان النادي الاهلي، وطبعا على المستوى الشخصي ان انا شايفه مدرب كويس عنده امكانيات كويسه فنيا كويس، ولكن الريسك كله كان على الاداره مش كان على موسيماني. اي حد كان هيدخل في الفتره دي هي مهمه صعبه، صح. ولكن في الاساس انت داخل عندك مهمه ما عندكش ضغوط فيها. طب انا عايز اقول لك حاجه، لا قدر الله لا قدر الله، عادي عادي مفيش مشكله، انا معايا عذر، انا داخل بالاكسكيوز بتاعي، وانا مع عادل في النقطه اللي هو ايه، انا داخل بطوله قدامي شهر، فاقل من شهر عندي بطوله افريقيا، عندي الفرقه كانت خسرانه من الزمالك، ما كانتش بتأدي احسن فترات، المدرب بتاعها ماشي، فبالتالي دي احسن اجواء لاي مدرب، خلي بالك اصعب اجواء للمدرب انه يدخل مكان انك تكون محقق نجاحات. بس خلي بالك الجمهور ما بيقبلش الخساره مهما كان. لا، في فرق انه يقبل وفي فرق انه غصب عنه، هو في مدرب جاي بقاله شهر. انا مش قابل الخساره دي، ده شيء مفروغ منه طبعا، ولكن ان انا احملها له يعني. ولكن ان انا احملها له، يبقى هو الموضوع عنده بالنسبه له، هو معاه داخل بالاكسكيوز بتاعه، داخل بانا عندي عذر كبير، عندي مش انا اللي شكلت الفرقه، جيت في وقت متاخر في الموسم، جاي بعد كورونا، عنده حاجات كتير جدا. اي حد يعني البني ادم يعني لو حد عايز يشيلها له مش هيعرف يشيلها له، يعني انت لو عايز تشيلها له مش هتعرف تشيلها له. اهو اتوبيس الفريق بيتحرك دلوقتي من استاد القاهره وفي طريقه للنادي الاهلي بالجزيره. وخلينا نتفق ان انا قلت جمله هنا، قلت اي حد هيجي بعد فايلر بعد الفتره اللي قضاها مجرد انه يعيد هيكله البيت هينجح، ان هو اوريدي معاه قماشه كويسه، معاه كواليتي كويس من اللعيبه، معاه سكواد كويس بدا يكتمل، بس ما خدش وقت يا كابتن. دي بقى اللي نروح فيها نتكلم فيها. انا مش ببخس حقه، خلي بالك انا بقول ان هو الضغوط عليه ما كانش اكتر حاجه، لا الضغوط عليه كانت ما كانش حد هيضغطه هو. طبعا عايز ياخد البطوله وبتاع، لكن انا ما حدش يقدر فينا ولا واحد في الاستوديو يقدر يحمله مسؤوليه، احنا ناس مدربين وناس ما تقدرش تحمله مسؤوليه. بس خلي بالك الجمهور غير يا كابتن عادل، ولا حتى الجمهور صدقني، ولا حتى الجمهور مش هيقدر تحمله، لان انت هو ممكن يفشل، وارد ان كان اي حد يفشل، ولكن مش هيبقى عندك المسؤوليه كامله. ايوه الريسك كان على الاداره مش على المدرب. المدرب بالنسبه له هو دخل في السي في، اخذ سي في كويس جدا، بقى مدرب نادي القرن. فخلينا برضو منطقيين، ونخلينا ان النادي الاهلي اكبر من اي مدرب دخل في تاريخ النادي الاهلي. ده كلام منطقي وكلام معروف لكل، بما فيه مانويل جوزيه. يعني مانويل جوزيه اسطوره الاساطير في النادي الاهلي، اكتر واحد جايب بطولات، ولما دخل النادي الاهلي لا، النادي الاهلي كان اكبر منه. مظبوط. احنا بقى نتكلم في ايه؟ نتكلم في موسيماني، مدرب شاطر جدا جدا، وحط تحتها 100 خط. مدرب شاطر فنيا، مدرب شاطر عادي يتعامل معنويا مع اللعيبه، قدر يوصل ليهم بسرعه في وقت قصير جدا، في حوالي ثلاث اربع ايام عمل احلى مباراه الموسم، مباراه المقاولين، وبعد كده مباراه امبي، بعد كده دخل في كذا مباراه بيراميدز، بعدها مباراه الوداد. فباين ان هو، مش هقول ان هو محظوظ، هو مدرب شاطر، والحظ ما بيجيش غير اللي بيشتغل. صحيح. هو محظوظ ولكن الحظ ما بيجيش غير على المجتهد. انا مبسوط له على المستوى الشخصي. هو قدر يعمل منظومه جيده في فتره قليله جدا، وعايز اقول لك ان الراجل ده محظوظ كمان ان هيجي في حقبه مهمه للنادي الاهلي. اللي هي ايه؟ اللي هي ان كان في ضغوط كتير جدا، خلينا نتفق ان في ضغوط كبيره جدا على مجلس الاداره من الناس كلها، من الجمهور، ومن الجمهور المضاد، ومن الجمهور اللي جوه النادي الاهلي اللي مش حابب ان المجلس يكون موجود. ده كلام الناس كلها عارفاه. فبالتالي الضغوط دي قلت تماما
وهيبدا بقى في حقبه جديده من الاعوام ومن البطولات فيها تدعيمات اكتر. هنرجع لك كابتن عادل ونكمل كلامنا، بس هنروح للفنان الجميل الاهلاوي العظيم ايهاب توفيق. الف الف مبروك ايهاب. الله يبارك فيك يا كابتن، يا ربنا يخليك. منورين كابتن ايمن شوقي وكابتن علاء ميهوب، كابتن اسامة عرابي، كابتن محمد. ازيك يا ايهاب؟ الله يخليك. نجوم الاهلي في كل الاوقات وفي كل العصور. مبروك عليك. عليك مبروك ليك. الف الف مبروك. اتفرجت على الماتش فين النهارده؟ جمهور الاهلي. مبروك لشعب الاهلي. انا في لبنان والله، كنت بتفرج على الماتش مع بعض الاصدقاء هنا. طبعا مفيش بقى استاد ومفيش الفرحه اللي بتبقى واحنا موجودين في الاستاد، ولكن تابعت الماتش في احد الاماكن هنا في بيروت مع اصدقاء ليا من مصر ومن لبنان، كانوا قاعدين بنتفرج مع بعض على الماتش. شفت الماتش ازاي بقى؟ وقول لنا بقى انطباعاتك وانفعالاتك وايه اخبار الاجواء عندك؟ الاجواء عندي الناس كلها كانت قاعده بتشجع، وكل الناس كانت مبسوطه جدا، ويعني خدت معاه كل الجروب اللي الناس اللي كانوا قاعدين كله بقى بيشجع الاهلي. الاتجاه كله تشجيع اهلاوي صراحه. بطوله غاليه علينا جدا جدا، وكلنا كنا منتظرينها. رغم الظروف الصعبه، الحمد لله، رغم الظروف الصعبه والموضوع بتاع الكورونا اللي خلى اثنين او ثلاثه من اهم اللاعبين في الفتره الاخيره في النادي الاهلي بيانكو وكابتن وليد سليمان، ويعني الظروف اللي حصلت كانت قلقه الواحد شويه، ولكن الحمد لله في ابطال وحوش عوضوا اماكنهم، وكانوا يعني قد المسؤوليه، وكانوا عند حسن ظن جمهورهم بيهم. بعض الاوقات كان في شويه يعني مش عايز اقول هزات، ولكن الطبيعي في ماتش زي ماتش النهارده ده ان الواحد يبقى حذر زياده عن اللزوم عشان ما يستقبلش اهداف، وكانت الدنيا ماشيه كويس الحمد لله. قفشه ظبط لنا الوضع في اخر خمس دقائق الحمد لله. عملت ايه بقى؟ قول لي بعد الجول الثاني لقفشه في اخر مباراه. لا مش عايز اوصف لك بقى حاجه، يعني ما نكسبش نفسنا بقى برد الفعل الفظيع اللي احنا عملته في وسط المكان. خلي بالك احنا هنا في الاستوديو كلنا رقصنا. انا كاني في الاستاد. بص كابتن ايمن، انا بتعامل مع في اي مكان وانا بتفرج على الاهلي في الماتشات المهمه دي بالذات كاني قاعد في الاستاد. نفس الحماس ونفس الروح ونفس التشجيع ونفس الصوت العالي. مفيش فايده، ما بعرفش امسك نفسي يا جماعه، معلش سامحوني. والله كان نفسنا ان الجمهور يبقى حاضر دايما في المدرجات. ان شاء الله باذن الله، احنا عارفين انك دايما بتحضر في المباريات عشان تشجع النادي الاهلي. باذن الله قريب جدا جدا المدرجات تتملي تاني بالجماهير. قول لي بقى هتسمعنا ايه بقى النهارده بمناسبه الاحتفال الجميل ده؟ انا هقول يعني جزء من اغنيه الاهلي كيان، ويا ريت الاجاد بقى معانا يحضرها ويكملها معانا. طيب خلاص ماشي، يلا بينا. الاهلي ده نادي الكيان، جمهوره في كل مكان، يروح منين ما يروح، كمان اللي عامل للمنادي لعيبه رجاله، مش بس دقيق ولا ولحد اخر يوم في عمري انت اربع حروف. اهلي 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 را 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 را. الف الف شكر لفناننا الجميل ايهاب توفيق، والف مليون مبروك.